قدامه وهيخلي الفراخ بتاعكم تبيض كل يوم. وتحدي والله يا جماعه يعتبر اقسم بالله ده تحدي معاكم. يا جماعه وحطيت العلف ده للطيور كل يوم وما تخيلتش ان هجمع كميه البيض دي. والسر في العلف ده حرفيا بديل العلف البياضي وبرخص التراب. وبصوا اتجننوا انتوا كمان وانتوا تشوفوا كميه البيض اللي هتيجي من البط والفراخ. ما تنساش يا جماعه تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. واللي مش مشترك في قناه هيومات في مزرعتي ينزل بسرعه يشترك في القناه ويفعل الجرس يشتروا كل جديد. واي حد عنده اسئله سيبه تحت في الكومنتات. واي حد عايز يشتري اي طيور يا جماعه من عندي انا تحت امره طبعا. موجود عندي كل الطيور البلد اللي انتوا عايزينها كلها. يلا بينا يا جماعه نشوف اهو العلف اللي انا اتجننت وحطيته للطيور وفوائده وازاي بيزود انتاج البيض. حرفيا هيخلي الفرخه تبيض لكم بطين وثلاثه في اليوم. ازاي؟ هقول لكم في الفيديو، لان هو فيه عناصر وفيتامينات وحاجات كتير جدا بتساعد على زياده انتاج البيض عند الطيور وينفع لاي طيور عايزين طبعا تزود عندها انتاج البيض. بط، فراخ، وز، حمام، كل حاجه. يلا بس كده يا جماعه نجمع بيض الفراخ من على السطح ونشوف. دول يا جماعه الله اكبر بتاع كذا يوم يعني موجودين هنا. الواد يوسف كان جامعهم. هنجمع بقى احنا بتاع اليومين اللي انا كنت فيهم في الجامعه. يلا بينا يا جماعه نصور الطيور بتاعتي اهي. بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. انا بحط لهم دلوقتي يا جماعه تشيش ذره اصفر. وبالنسبه للناس اللي خايفه وبتقول ده الدشيش بيخلي الطيور تملى دهن والكلام ده، لا والله يا جماعه ولا بيملى دهن ولا اي حاجه. طبعا الدشيش اهو اهو يا جماعه الدشيش ده ذره مدشوشه، ذره مدشوشه شايفين، والارنب بياكل منه كل حاجه. طبعا يا جماعه اول حاجه نتعرف بس كده عليها عندي على السطح اللي انا اعرفكم بيها هو الرومي التركي ده. ده يا جماعه ديك رومي تركي. واعرف الراجل اللي عنده وما عندوش كتاكيت يا جماعه، لما يبقى في كتاكيت ان شاء الله هبقى اعلن عنها. وده الوز طبعا يا جماعه، ده الرومي الاسود بتاعنا العادي اهو شايفين. وفيه اهو ده ديك وانتايه اهو، الذكر والانتايه دول اهم يا جماعه. والطيور بتاعتي كلها هي بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. طبعا حابس البط زي ما وريت لكم في الفيديو اللي نزل امبارح، حابس انا البط البلدي وهوريه لكم برضو دلوقتي. يلا بقى يا جماعه نجمع البيض بتاع اليومين اللي انا كنت فيهم في الجامعه ونجي نشوف اللي بيزود انتاج البيض. طبعا يا جماعه اول خن بتاع الفراخ في العش اهو بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. طبعا يا جماعه الخن ده انا كنت عامله لهم اهو الله اكبر. دي بط البط الشرشيري يا جماعه اهو، على بيض البط الشرشيري عندي بطتين بيبيضوا. طبعا انا هاخده عشان بط البط الشرشيري ده هرقده، اما بط الفراخ ما برقدوش يا جماعه عشان ما فيهوش ديك. اهي الفراخ الحمراء اللهم صل على النبي، شايفين وشها مطربش وجميل ازاي؟ اهم دول 6 هم من الخن بتاع الفراخ. في طبعا بيض بتاع البط الشرشيري برضه اللهم صل على النبي، شايفين مدارق لهم انا بالحته دي كده الله اكبر. ثلاثة هم شايفين. ده الصغير ده يا جماعه بعض البلالين على مسح الدم اهو الله اكبر. وبط البطه الشرشيري بس دي خساره يا جماعه متكسره، دي بقى تروح للاكل بيتاكل عادي يا جماعه، احنا بناكله بط البط الشرشيري بيتاكل عادي. اللهم صل على النبي الله اكبر. ده بدي يا جماعه بتاع يعني 4 أو 5 ايام بصراحة اهو برضو نيجي نجيب من اللي في الفرن ده هنا اللهم صل على النبي الله اكبر شايفين الله اكبر يا جماعة صل على النبي صل على النبي الله اكبر. بض البط بقى انا هفرزه بعدين. يلا بقى كده يا جماعة بعد ما جمعت معاكم البيض اهو من الخنان قدامكم ما فصلتش الكاميرا، نشوف اللي هنحطه لهم اللي بيزود انتاج البيض. تعالوا بقى يا جماعه اوريكم العلف اللي انا اتجننت وحطته كل يوم واللي هو بالبلاش. تمام؟ ده بقى يا جماعه اللي انا بقطعه ده وهحطه دلوقتي. ده برسيم يا جماعه اللي انا بقطعه دلوقتي شايفينها في ايدي كده وانا بقطع شايفين؟ اللي انا بقطعه ده برسيم. ده برسيم. ده يا جماعه اللي انا بحط منه كل يوم لطيور يوسف. هات كده طيور وهي بتاكله اهو يا جماعه شايفين يوسف هات الفراخ البلدي وهي بتاكله.
2000 سنه في البلد هنا. البرسيم بقى يا جماعه احسن حاجه تزود انتاج البيض. الربطه دي باثنين، الربطه دي هابي اثنين غير الشويه اللي انا خدتهم منهم. انا بحط لهم كل يوم، بحط يوميا، بحط 3 مرات في اليوم. لا بقى يا جماعه بيعمل اسهال ولا بيعمل ديدان ولا بيعمل اي حاجه. هوريكم برضو اللي انا بحط لهم على الميه عشان لا يعمل لهم اسهال ولا يعمل لهم ديدان ولا يعمل لهم اي حاجه، وبحط منه للحمام وهاخد منه شويه هام كده احطهم للبط اهو. شايفين احطهم للبط اللي انا عامله اللي انا حابسه عشان يبيض. البط هو معايا النتايتين، حطيت لهم برضو البرسيم. البرسيم ده يا جماعه كويس جدا جدا جدا، وفيه عناصر وفيتامينات كتير جدا بتساعد الطيور على ان هي تبيض كل يوم. وبجد في كالسيوم كويس جدا، في كالسيوم كويس جدا يا جماعه البرسيم للطيور. وطبعا كلنا عارفين المقوله الشهيره بتاع الوز ما بيبيضش غير في البرسيم، وده السر هو يا جماعه ان الوز فعلا ما بيبيضش غير في البرسيم، علشان لما البرسيم بيطلع هو بياكله بشراهه وبيبقى بيحبه فبياكله على طول. وطبعا الارنب بياكله على طول. البرسيم يا جماعه من الحاجات الطبيعيه المفيده جدا لزياده انتاج البيض، مع طبعا حاجات بنحطها على الميه والعلف زي مثلا الشطه والحاجات دي كلها برضه عوامل حفازه بتحفز على زياده انتاج البيض. بس البرسيم بجد يا جماعه حاجه طبيعيه جدا للفراخ. ما شاء الله شايفين الفراخ وشها محمر ازاي. تعالوا برضه اوريكم البيض بقى النهائي، يعتبر بتاع قولوا مثلا اسبوع من البط والفراخ. اه يا جماعه ده البيض بتاع يعتبر اسبوع من الفراخ والبط الشرشيري. طبعا ده البيض اللي يوسف كان بيجمعه في الجامعه وانا في الجامعه، وده البيض اللي انا جيت جمعته معاكم دلوقتي. اه يا جماعه ما شاء الله الفراخ اهي، اللهم صل على النبي. طبعا يا جماعه انا اقسمهم كده في علبتين اللي بحس ان انا مثلا طبعا احنا يعني يعتبر احنا وبتعمي وبتعمي وكده ده بيض العيله يعني من الاخر تمام. فبحيث ان لما بنعوز نسلقه وكده بنسلق من القديم، والجديد ده لا ما شاء الله اللهم صل على النبي. اهو يا جماعه زي ما انتم ما شايفين كده، جربوا البرسيم والله والله يا جماعه ان شاء الله ان شاء الله مش هتندموا، وهيخلي الفراخ بتاعكم تبيض كل يوم. وتحدي والله يا جماعه يعتبر اقسم بالله ده تحدي معاكم، جربوا البرسيم وان شاء الله ان شاء الله الفراخ تبيض كل يوم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، دمتم في امان الله ورعايته. Thank you.